السلام عليكم. كعادته مدحت العدل يطلع بتصريحات نارية، تصريحات عن رئاسته لنادي الزمالك وامتى هيترشح لنادي الزمالك وامتى مش هيترشح لنادي الزمالك، وكلام كتير قوي قاله الاستاذ مدحت العدل. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. لو زملكاوي واول مره اتفرج علينا فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. مدحت العدل، مدحت العدل هو الكاتب والسيناريست الكبير الزملكاوي اللي معروف عنه زملكاويته، راجل زملكاوي حتى النخاع. مدحت العدل تردد اسمه في الاونه الاخيره ان هو يترشح لنادي الزمالك. مدحت العدل بالفعل اعلن قبل كده مع لميس الحديدي في احد البرامج ان هو ناوي يترشح لنادي الزمالك. مدحت العدل بدا يطرح اسمه من جماهير نادي الزمالك، لان اعضاء الجمعيه العموميه لسه لغايه دلوقتي ما حسمتش امورها في موضوع رئيس النادي القادم، رغم ان يعني لسه باب الانتخابات ما اتفتحش ولسه مش عارفين المستشار مرتضى منصور الترشح بتاعه من عدمه او هيتم السماح ليه، بمعنى اصح وبكل صراحه يعني هيتم السماح ليه ولا لا ان يدخل الانتخابات. فمدحت العدل بدا يظهر، بدات جماهير نادي الزمالك يعني تطلق اسمه وبدا هو يطلع يتكلم في الموضوع ده بشكل مستمر. مدحت العدل كان في احد البرامج مع الاعلاميه بسمه وهبي. مدحت العدل هنسيب لكم طبعا لينك البرنامج او لينك الفيديو بتاع الاستاذ مدحت العدل، هنسيب لكم لينك الحلقه في صندوق الوصف تحت. خش واعمل لايك لصفحة الفيسبوك واعمل متابعة للصفحة واتفرج بقى على الحاجات اللي احنا مش هنقدر نجيبها لك هنا على اليوتيوب عشان الحقوق الحصرية. مدحت العدل طبعا اعلن قبل كده ان هو هيترشح لرئاسة نادي الزمالك بشرط. ايه هو الشرط ده اللي مدحت العدل قال انا مش هترشح الزمالك الا لما الشرط ده يتحقق؟ مدحت العدل هو مقتنع جدا بمرتضى منصور وقالها صراحة، قالك انا مش هترشح لرئاسة نادي الزمالك الا في حالة واحدة بس، هي عدم ترشح المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك. ولما تسأل من الإعلامية قال لها المستشار مرتضى منصور هو من أعظم الرؤساء اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، راجل بيعرف يجيب فلوس إزاي، راجل يعني بيعرف يجيب بطولات إزاي، راجل بيعرف يجيب سكواد لعيبة، بيعرف يتعامل مع المنظومة الرياضية اللي موجودة في مصر. اعترف مدحت العدل بده كله. فسألته المذيعة قالت له طب أنت ممكن تترشح لرئاسة نادي الزمالك؟ قال لها أيوة أنا ناوي أترشح لرئاسة نادي الزمالك ولكن بشرط، وهو عدم ترشح المستشار مرتضى منصور. اتسأل مدحت العدل قالت له طب افرض المستشار مرتضى منصور اترشح للانتخابات، هل هتنزل تترشح قصاده؟ رد بدون تفكير الاستاذ مدحت العدل، وانا بيعجبني فيه الراجل ده صراحته وهو كده، رد وقال للمذيعة قال لها لا طبعا مش هنزل اترشح قدام المستشار مرتضى منصور لاني بدعمه بشكل كبير جدا ومقتنع بيه كرئيسا لنادي الزمالك. يمكن انا قلت رأيي قبل كده وجماهير نادي الزمالك ليها رأي في الموضوع ده، ولكن قبل ما نخش في رأي جماهير نادي الزمالك وهو الرأي الاهم في المنظومة دي كلها، هو رأي اعضاء الجمعية العمومية اللي هي بتختار. جمهور نادي الزمالك للأسف مش بيختار لا رئيس مجلس الادارة ولا بيختار مجلس الادارة، اللي بيختار الجمعية العمومية هي اللي بتختار وهي اللي بتحدد مين رئيس نادي الزمالك، وبالتالي رئيس نادي الزمالك اللي بيجي ده والقايمة معاه او المجلس اللي معاه هو بيكون مرتبط وبيؤثر بشكل مباشر على جماهير نادي الزمالك اللي هي ملهاش يد في اي حاجة. مدحت العدل انا اتكلمت وقلت قبل كده ان الاستاذ مدحت العدل هو اصلح واحد يخش يترشح في انتخابات نادي الزمالك، ولكن في حالة عدم السماح للمستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى منصور عنده جلسة يوم 30 مايو القادم، الجلسة دي لو فاز بيها هيقدر يترشح لانتخابات نادي الزمالك القادمة، ولو ما فاز بيها مش هيترشح لنادي الزمالك لمدة 4 سنين وبحكم السن والكلام ده كله، فمرتضى منصور كده خلاص دوره انتهى للأبد. طب افرض مرتضى منصور كسب القضية وينفع ان هو يترشح؟ في نقطة مهمة لازم انت كزملكاوي تكون واخد بالك منها، وهي ان هل هيتم السماح من جهات معينة لمرتضى منصور بالترشح ولا لا؟ زي ما هو مش مسموح له ان هو يطلع في الميديا ويتكلم
الله أعلم الأيام القادمة ستجيب على كل هذه التساؤلات. نرجع لمدحت العدل، لو مرتضى منصور لم يترشح في انتخابات الزمالك القادمة، سواء بقى ان هو ما كسبش القضية او سواء ان هو زي ما احنا لسه بنقول لم يتم السماح له لدخول الانتخابات، فمدحت العدل اعتقد هو اللي هيكون البديل الانسب لجماهير نادي الزمالك، بشرط برضو من وجهة نظر الشخصية. ايه الشرط اللي هو مدحت العدل يخش وينجح ويكتسح؟ هما شرطين مش شرط واحد. الشرط الاولاني وهو ان لازم مدحت العدل يكون معاه احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور داخل مجلس الادارة. احمد مرتضى منصور كنائب زي ما كان نائب مع المستشار مرتضى منصور، وامير مرتضى منصور عضو مجلس ادارة، وفي نفس الوقت يكون احمد مرتضى منصور هو اللي عمل النادي وهو اللي كان مشارك بنسبة كبيرة جدا. الكلام ده الناس كتيرة ما تعرفوش، النادي الاجتماعي اللي انتوا شايفينه ده كان احمد مرتضى منصور هو اللي اتفق مع الشركات، وهو اللي كان بينزل في نص الليل يتفرج ويتفقد ويراجع مع الناس ويراجع الانشاءات، ولا اعمل دي كذا لا اعدل دي كذا. كان هو احمد مرتضى منصور هو بطل القصة وبطل الحكاية والرواية بالنسبة للنادي يعني الاجتماعي. وامير مرتضى منصور بقى بجانب عضويته في مجلس الإدارة هيكون أمير مرتضى منصور هو المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك. شفنا أمير كان نجح جدا في الموضوع ده، شفنا أمير عرف يسيطر على اللعيبة، شفنا أمير عينه حلوة وبيعرف يجيب لعيبة، كان في كنترول كويس قوي على لعيبة نادي الزمالك اللي احنا طبعا شايفينهم دلوقتي مفيش أدنى حد قادر ياخد يعني موقف معاهم ولا أكشن ولا يعمل كنترول عليهم، فأمير اللي كان عامل الدور ده كويس جدا. فأعتقد أن مدحت العدل هيكون معاه الجناحين بتوعه اللي هيطير بيهم، أحمد مرتضى منصور كنائب رئيس مجلس الإدارة، وهيكون أحمد مرتضى مختص بقى بشؤون الأعضاء والنادي والكلام اللي الأعضاء بتحبه والكلام ده كله، خدمات الأعضاء والكلام ده كله. وهيكون أمير مرتضى منصور وهو مكلف بملف كرة القدم، وأعتقد أن لو معاهم واحد زي الكابتن إسماعيل يوسف اللي هو طبعا عنده خبرات ومتوافق مع أمير وأحمد مرتضى، أعتقد أن مدحت العدل لو معاه أمير وأحمد معاه في مجلس الإدارة ده الشرط الأولاني عشان ينجح. الشرط الثاني لازم قائمة مدحت العدل كلها تنجح، لازم الأعضاء يدوا القائمة كلها، لازم لما تيجي كعضو حضرتك تنتخب لازم تحط يعني قدام عينك كده قدام نصب عينيك كده انك لازم تاخد القائمة كلها. ما ينفعش تاخد قائمة مدحت العدل وتروح جايب له واحد من بره تدخله له زي ما حصل مع هاني العتال ومرتضى منصور والكلام ده كله. فلازم قائمة مدحت العدل اللي هي اكيد هتكون يعني انا اتوقع لو تم السماح لأحمد مرتضى وأمير مرتضى ان هم يخشوا الانتخابات مع مدحت العدل، اعتقد ممكن يكون معهم واحد زي حمادة انور، واحد زي الكابتن اسماعيل يوسف، ممكن بقى نشوف ناس كتيرة من المجلس السابق اللي هم نجحوا جدا في خلال الفترة الناجحة بكل المقاييس بتاعة المستشار مرتضى منصور. فمدحت العدل هو الحل البديل للمستشار مرتضى منصور في حالة عدم فوز المستشار مرتضى منصور بالقضية بتاعت يوم 30 مايو ده اذا ما تأجلتش اصلا تاني، او في حالة عدم السماح لمرتضى منصور بالترشح للانتخابات زي كده ما هو مش مسموح له ان هو يطلع في الاعلام. مدحت العدل الجماهير الزمالك عاوزاه، مدحت العدل راجل صريح، راجل جريء، راجل شخصيته قوية جدا، يقدر يعمل كنترول على لعيبة نادي الزمالك، يقدر يعمل كنترول على النادي بشكل كويس جدا، علاقاته قوية، يقدر بيعرف يجيب فلوس ازاي لانه راجل عنده شركة انتاج وشركة انتاج ناجحة. فراجل تولى الادارة وراجل نجح بالفعل في الادارة. فمدحت العدل في حالة عدم ترشح المستشار مرتضى منصور، وجهة نظر الشخصية ووجهة نظر ملايين من جماهير نادي الزمالك ان هو الانسب الفترة القادمة لقيادة سفينة نادي الزمالك اللي هي بالمناسبة محتاجة رئيس نادي شخصيته قوية جدا ورئيس نادي بالبلدي كده زي ما بيتقال كده في الاعلام وفي اللغة الدارجة بتاعتنا رئيس نادي ذكر. مدحت العدل هو البديل الانسب للمستشار مرتضى منصور، اللي انا اصلا بتمنى ان المستشار مرتضى منصور يكسب القضية يوم 30 ويخش انتخابات مجلس الإدارة ويخش بالقائمة بتاعته الموحدة وينجح بالقائمة بتاعته كلها. أعتقد ده هيكون يعني أفضل رد اعتبار من أعضاء النادي لمرتضى منصور
ولجماهير نادي الزمالك. هنشوف الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه. كل الدعم والتوفيق للمستشار مرتضى منصور، الراجل فعلا اللي احنا في عهده هي خدنا بطولات وكان لينا كلمه مسموعه وفرحنا، وكانت يعني كانت احلى ايام بنعيشها مع المستشار مرتضى منصور. وصلنا لنهايه الحلقه، وفي النهايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع الاخبار الجريئه والحصريه لنادي الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.